البيئة من أول 2018 لما استضفنا مؤتمر التنوع البيولوجي برئيس وزراء جمعنا كلنا حواليه وكان بيتابع بصورة دقيقة وكان بينزل بيبص على كل حاجة على الأرض مش المؤتمر المشروعات بس بوزراء أخلصوا في العمل سواء في الجزء اللوجستي أو الفني وقدرنا إن إحنا نوصل لإن إحنا وصلنا له في وقت الدنيا كانت صعبة جدا سلاسل الإمداد استيراد الحاجات اللي يعني اللي اتعمل في 2018 في مؤتمر التنوع البيولوجي كان الوقت غير الوقت يعني كنا ممكن نبني قاعة مؤتمرات في 6 شهور ممكن لكن التحديات وضيق الوقت اللي احنا اتحطينا فيه 11 شهر ضغوط غير طبيعية اخر شهر كانت يعني الوضع كان صعب ان احنا عايزين نعمل حاجة ربنا كان فضله علينا وستره علينا كبير جدا 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 يا رب يا رب يا رب تكمل على خير لان احنا كلنا نستاهل ان هنفرح والبلد دي تستاهل ان هي تبقى في اعلى مكان الحمد لله شكرا او حاجه و70 اكيد الرقم يعني ومتبقي قد ايه ما هو 100 اه يعني احنا عدينا النص تمام هو ده هو السؤال اللي كنت واجهته لك انت برضه ما خدتش بالك منه تحت امر ان الفكره مش الرقم كام هو الرقم موجود حتى لو 30 بس ده مش هستخدمه فهي الفكره الرقم مهم لكن الاهم الحصول عليه شكرا يا سياده الوزير